سلامتك يا سيد الرجالة، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي في ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت بسكوتي بنت. ايه قراده؟ هتقوم وتقف زيه الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينه القليله ديت يودي بستين داهيه. ده انت اتجوزت باروكه، جبتها لنا من اني مصيبه دي. انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الله ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهريده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ افرضي سمع النشره كده ولا كده؟ عايزين نسمعوا اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. آخ التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابني. آخ برضاي عليك يا مختار، هاتلي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي، لازم يسمع أخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت أقولك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر انبوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت، قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. أنا عايزك بس أنت ما تفكرش في حاجة يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بإيه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ أعطسي يا ابني، أعطسي. أنا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة وهشرفك، وأنا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن أنت بس. أبا أبا، المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي، ألف رحمة ونور عليك يا أبا، ألف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة، يا سيد الرجالة. تعالي هنا أصبع الروج، انت اللي موتيه، انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلميتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده وهو مات. اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خلاص تيجي في وشك، لان احجامك غريب. ما انت ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى، خدي. انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موتت ابويا، انت اللي موتت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هضطر افتش سرك لاخواتي يابا، فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبه. الف رحمه ونور عليك يا معلم. هم عشان الناس. شكرنا يا معلم، الله يكرمك، شكر الله وسعك يا معلم. وقال لا يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك، انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. من ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟ اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفة. تعالى بس. الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الأخيرة. أنا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. أستر علينا، عيب، ده شغل رجالة.
تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيننا، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كامل اللي كانت مع الحاج 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه، ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي لا يا مختار بيه. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه، جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا ادمن انت. ايه ده؟ مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني هو كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بقى عز. انت مبلش ما جاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28,000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه؟ انت بتتطلع عليها وبتتمسخر عليها يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا انت. تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم. شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. بقول ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال، ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير؟ كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه لما الناس دي تمشي. بس مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم؟ ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيش، او هتبقى شيش ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنتسلى. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي وأنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم التوو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه.